صباح الخير اعزائي المشاهدين، صباح الخير زملائي بالاستوديو. نبدأ فقره رياضيه جديده لهذا اليوم. تدريباتنا راح تكون عامه للجسم، تدريبات ايروبيك تستهدف خساره الوزن وزياده اللياقه البدنيه. قبل هذا كله نبدأ بالتيه العضليه والمفصليه. نبدأ بمفصل الرقبه للجانب، 1 2 3 4 5. اكتاف للخلف، 1 2 3 4 5. للامام، 1 2 3 4 5. الذراع للجانب، 1 2 3 4 5. جذع جانب، 1 2 3 4 5. مفصل الركبة للداخل، 1 2 3 4 5. للخارج، 1 2 3 4 5. قدم جانب، 1 2 4 5. قدم الثاني، 1 2 4 5. هيئنا جسمنا، تهيئة عضلية ومفصلية. نبدأ بتدريباتنا، راح نبدأ حركتنا مستمرة. أتحرك طبعا، يفضل هذا التمرين ويا موسيقى ونشتغل حتى يكون يصير واحد أكثر بالشغل. نتحرك ويانا، راح نستخدم هذه المنطقة. إيدي للجانب، ذراع، 1 أعلى، جانب أسفل، مستمر، 1 2 3 4، 1 2 3 4. راح نتحرك نسوي اكثر من حركه، وانتم تادوها بشكل يعني اكثر من هاي التكرارات اللي اشتغل عليها. نصعد وننزل على المصطبه، 1 2 3 4 5. ايدي فوق ما اخليها لجوا، للامام، 2 3 4 5 6. راح اسوي ركبة ويا الصعود، اصعد ركبة مرة باليسار ومرة باليمين، 1 2 3 4 5 6. للجانب، مرة على اليسار ومرة على اليمين بصورة مستمرة بدون توقف. حلو، 4 5 6 7 8 9. ارجع بمكاني، حركتي طبيعيه، انظم نفسي. طبعا هذه الحركات اللي اديتها انا اشتغلتها بصوره مختصره. نقدر ناخذ هذه التكرارات والحركات 30 دقيقه او 45 دقيقه بصوره مستمره حتى نقدر نوصل للوزن المثالي باقصر وقت ممكن. شكرا لكم، هذه عادل زملائي في الشغل.